شايف كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. أسبوع جديد ولقاء تجدد مع برنامجكم اللون الأخضر. والله نفسي أشوفك بس مفيش وقت، الدنيا مشاغل، مطحون في الشغل، عبارات للأسف بقينا نسمعها بشكل مستمر وبصفة دورية يومية. لما تيجي تكلم صاحبك تسمع العبارات دي، الأب يكلم ابنه: أنت فين يا ابني؟ وحشني، عايز أشوفك. والله يا والدي أنا مطحون في الشغل. الأم تكلم بنتها: أنت فين يا بنتي؟ الدنيا مشاغل يا أمي وأنا غصب عني. بنلقي كل الهموم دي وكل الأعباء على حاجة واحدة بس، ظروف الحياة، ظروف المعيشية، البيت والأسرة، ولكن للأسف بيفوت الأوان وبنرجع نندم. حبيت النهاردة أتكلم على صلة الرحم والأقارب والأصدقاء عشان موقف استوقفني امبارح وأنا حاضر جنازة الراحل مصطفى حسين فنان الكاريكاتير رحمة الله عليه. كنت قاعد مع صديق شخص لي وهو ندمان إن هو ما عرفش يشوفه، رغم إن كان الفرصة عنده كبيرة جدا إن هو يشوفه، لكن هو كسل إن يرفع عليه سماعة التليفون قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يفتكره وياخده عنده. يا طبعا إن شاء الله نتمنى يا رب إن ربنا يسكنه فسيح جناته ويتغمده برحمته إن شاء الله. ولكن ليه احنا بنستنى لحد ما يفوت الاوان وما بنسالش على بعض؟ يا اخي عندك وسيله تليفون ممكن تكلم صاحبك تسال عليه، والدك، حاول تزور اقربك، ولكن للاسف بعد فوات الاوان وفي الاخر تلاقي كده الواحد لما تيجي تسال عليه: يا ريتني كنت سالت عليه، يكون وفاته المنيه لا قدر الله، يكون اصابه مرض، يكون سافر، وفي الاخر بنندم ان احنا ما سالناش على بعض. لازم نرجع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحم. لازم نعرف في الأول وفي الآخر إن إحنا مهما كانت انشغالات الدنيا وظروف الحياة الصعبة إن إحنا ملناش غير بعض، لازم كل واحد فينا كده يسأل على التاني، لازم كل واحد كده يكون عنده حنية. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نكون كده متقربين ومتألفين مع بعض، خلقنا في الدنيا دي عشان نكون شعوب وقبائل ونكون محبين لبعضنا البعض، ما نخليش ظروف الدنيا ومشاغل الحياة تشغلنا عن بعضنا. لازم كل واحد كده يقعد قاعدة مع نفسه ويتدبر كده مع ربنا سبحانه وتعالى ويعرف قيمة صلة الرحم وإن إحنا قد إيه بنكون مبسوطين لما نكون متجمعين كده ومحبين لبعضنا البعض. نسمع أغنية ونرجع مع حضراتكم نبدأ أولى فقرات برنامجنا اللون الأخضر. يا أم الصبري تمنى وإنت إيمان، يا أم الصبري على الآلم عديتها، حبنا يا مصر يا عشقنا، يا مصر يا أمنا يا مصر يا قلبنا يا مصر يا حبنا يا مصر يا عشقنا. من ذهبك لبسني العقد حبيبي، من نيلك سقاني الشهد حبيبي، لبسني العقد حبيبي، من نيلك سقاني الشهد حبيبي، من قمحك وكلني اللقمة حبيبي، من صبرك علمني الحكمة حبيبي. يا مصر يا أمنا يا مصر يا أرضنا يا مصر يا حبنا يا مصر يا يا عشقنا، يا أم الصبرين